تفضل يوم. هاد بيتي اللي من هلا صار بيتك. اسلم البيت واصحابه. حلو بيتك كتير. انت اللي حليتي. شو هالصوت ابن عمي؟ هذا صوت جيراننا، عندهم بنت يعني الله هيك بعد الاذى عنا وعنهم، مجنونه حيطينا باوضه وحيبسينا، مشان هيك عم تعيط طول الوقت. يا حرام، استقبرني كانه الصوت قريب. الصوت قريب لانه حيطنا على حيطهم، الله يكون بالعون. بيناتنا هذا حيط التبن، مشان هيك عم تحسي الصوت قريب كثير. تعي نعمات، تعي افرجيكي اوضتك، تعي تعي يوم، تعي تعي قربي قربي، شرفتي شرفي. تعي نعمات، لك تعي لا تخجلي، تعي تعي جوزك انا يوم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شو احترق قلبي عليكي يا بنتي من يوم اللي تركتي هالبيت؟ يا ترى مرتاحة ولا تعبانة؟ يا ترى جوزك عم بيدللك ويهتم فيكي، ولا مثل كل هالرجال هيك تاركك وعم بيعذبك؟ يا الله الله يلعن أبو الغربة. يلا يا نعمات روحي، انا بدي اروح على الشغل، ما بطول عليك ان شاء الله. طيب معقوله تتركني واليوم صباحيه عرسي؟ لك ايش فيك، صار لي اسبوع مشان بدي الحق الشغل، بدنا نسترزق. بس راح اشتاق لك. يوم ويوم والله قالوا يعني اللي بيتجوز شامي بيعيش عيشه هنيه. لك ابوس العيون والكبد انا، طب شيني ما بطول عليك، بخلص شغلي وبرجع لك تاني. هذا المطبخ ايش ما بدك بتلاقي. حاضر ابن عمي. ابوس العيون. خاطر. مع السلامة. مع السلامة، تقبرني. ربي ييسر لك، ربي يحفظك، ربي يرزقك. ليش هيك يا ربي بليتني بيخد جنة وصار بدي حبس بالغرفة؟ اليوم أنا لازم خبرها، رح يحس قلبها وأكيد رح تحاول تفتح الباب. سامحيني يا نعمات، سامحيني لأنه كذبت عليكي، سامحيني. لك يا عم شريف، يا عم شريف، حيينا يا عم شريف، حيينا يا عم شريف. لك شوفي، لك يا حيف على الرجال، لك مصيبة مصيبة، واحد فوق راسنا يا عم شريف.
فيك؟ صهرنا هالندل. لا تقول مات. لك يا ليته مات هالندل وما شفناه. لك خلصني احكي شو فيه؟ صهرنا اسماعيل طلع عنده اخت مجنونة بالبيت وحابسها بأوضة وكل النهار بضل تصرخ. لا مستحيل، ما بصدق. لا صدقي، لأنه اجى لعنا واحد ساكن بحارة صهرك وحكى لنا كل شيء. ولي هلا قامت عليك يا نعمات؟ وأنا كنت مفكرة إنه جوزناها لزلمة معدل وبيت سياحنا إياه، هي ما تلحم عليك يا هالجوازة. لهله يا نعمات، والله زعلت عليها من كل قلبي. عرفتوا ليش كان مستعجل بالجواز؟ مشان ما نعرف إنه عنده أخت مجنونة. يا أبي نحن الحق علينا، نحن استعجلنا، كان لازم نسأل عنه. إيه والله استعجلنا، ولي هلا قامت عليك يا بنتي، يبعت لحم عليها لهالهزل مسخم. إيه معناها هذا السبب اللي خلى نسوانه التنتين يطفشوا. لك أكيد ما في غير هالتفسير. ها يا حصلتي عليك يا نعمة، يا حصلت، نحن السبب. لك هلا اسكت وحاجة نوح وتجو قدام عيوني هيك، شو لازم نعمل؟ معقولة نتركها هيك مع أخته المجنونة؟ جهزوا حالكم نروح على حلب. إيه لا عمي، روح أنت ومرت عمي، مو حلوة نروح كلياتنا هيك. ها؟ إيه 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 مايك حق، ما نروح أنا وياك. إيه هدوا شوي، بجوز ترجع لحالها بس يومين. يومين بس؟ ولي هلا قامت عليك يا نعمات، ولي هلا قامت عليك. ولي إذا بترجع لهم، إيه أنا ما صدقت خلصت منها. ولك انت ايش عملتي؟ ايش سويتي؟ ولا شيء، عملت واجبي. لك هي مجنونة، كيف فتحتي الباب؟ يبعت له حمى لهالباب شو عذبني. حممتيها كمان؟ طبعا، ونظفت الأوضة. ما عملت لك شيء؟ أبدا ما عملت لي شيء. أنا سمعتها كانت عم تبكي، ولما قربت منها صارت تبكي بزيادة ومدت لي إيدها، وأنا شفقت عليها وما قدرت أتركها وأمشي. فكيتها ونظفتها ولبستها من ثيابي. يا الله دخيلك، يا رب ايش عم يصير؟ تعرفي مين هي؟ ما عرفت مين هي، بس ما قدرت ما افكها وناطرتك تجي لحتى تقلي مين هي. اختي اللي ما لي غيرها وما لها غيري، بس من 10 سنين جنت وصارت تصرخ ليل مع نهار. ليش؟ شو صار معها؟ مات جوزها، كان عنده دكانة احترقت، واحترق هو معه وكمان ابنه، ومن وقتها جنت. بس أنا ما شفتها مجنونة، شفتها زعلانة وما حدا قدران يفهم عليها.
انت هيك بتصير، صارت تطلع بالقرح، بطلت تحط الباتشاية، ولما مات ابوي وامي ما ضل لي غيرها وما ضل لي غيري، مشان هيك حبستها مشان ما تطلع وتفضحني. انت ليش ما قلت لي؟ الا انك ما رح توافق، وانا رجال بدي اتجوز وانستر. طيب شو اسم اختك؟ احلام. احلام؟ انا اسمي نعمات، وبكون مرت اخوك اسماعيل. حبيبتي بدنا نبطل نصرخ وبدنا نبطل نبكي، ايه؟ أحلام كان بدها حدا يحن عليها، كان بدها إيد حنونة تفهم حزنه، مو مين يسكر عليها الباب ويحبسها أسبوع بحاله بدون ما يسأل عليها. إسماعيل، أنا وياك بدنا نتساعد حتى نطالع أختك من هاي الحالة. وأنت رح تساعدينا مو؟ منو هي؟ هي أختي. هي هي أختك المجنونة؟ أمي، إذا بتريدي لا تقولي عنا مجنونة. أنتو مين قالكم هذا الكلام؟ إجا لعنا واحد ساكن بحارتكم وقال عندك أخت مجنونة. أبي، أمي، إذا بتريدوا لا بقى تقولوا عنا مجنونة، أنا ما رح أسمح لحدا يقول عنا مجنونة. أحلام ما لها مجنونة، أحلام وراها قصة، وقصة بتزعل كتير. بقى إذا جايين كرمال إني أرجع معكم فأنا مالي راجع. أحلام أختي، إسماعيل جوزي. أما إذا جايين كرمال تزوروني وتطمنوا علي، يا ميت أهلا وسهلا، صدر البيت إلكم والعتب إلكم.